مامي السنافة. احنا توا بحذا مامي سنافة شيف سامية الريحة بكري مش نورمال، الريحة دوختنا مت بالجوع. دونك احنا اليوم عندنا باجيت فارسي. بالضبط باجيت فارسي فيها برشا ديزانغريتيون باش نعملوهم في الباجيت فارسي. كيما ترى هي تبارك الله. قول لي شنو لي ديزانغريتيون باش نعملوهم. باهي احنا اليوم باش نبداو بنعملو نستعملو سمارت شيف اللي هي بيتزا. سمارت شيف اللي هي تحت رخيصة في خمسة دقائق نحضرها وتقعد ترتاح 20 دقيقة. باهي اللي هي متكونة من هذايا المستحضر هذايا اللي هو هذا ومعاه اللي هما محضرين لنا الخميره نتاع سمارت شيف. اوكي نلقى فيها الخميره ديجا فيها نلقى الخليط ونلقى فيها الخميره. بالضبط. دونك سهله برشا العجينه نتاع الباجيت فارسي. صحيح. مش تشد لي برشا وقت. مش تشد لي برشا وقت اللي انا باش نحطهم الكل مع بعضه. ايه اوكي باش نحط هذايا اللي هو المستحضر هذايا نتاع سمارت شيف بيتزا. باهي هذاك نحطه هكا حطيناه الكل فرغناه نحطه على شيره بعد نزيد الخميره وبعد معها. نجي لهنا نحط نسخن الماء دافي اللي هو 120 مللتر ماء دافي. أوكي. نحط عليه الخميره نتاعي ونخلطه شويه هكايا وبعد نحطه مع المكونات هذيك المستحضر نتاع الفارينة وبعد نزيدوا اربع مغارف زيت. اربع مغارف زيت بالضبط. شويه ملح لا حاضره فيها كل شيء. اوكي ما نستحق شيء مع سمارت شيف. حتى شيء مع سمارت شيف كل شيء مع كل شيء. جست نحط الخميره مع الخليط ونحط اربع مغارف زيت هذيك هاو. بالضبط. دونك هذيك هذيك نعجنها ونحطها ترتاح 20 دقيقه. 20 دقيقه بالضبط. ولي زانغريديون شنو عندنا؟ عندنا توا باش نعمل الفخس نتاع اللي هو الباجيت فارسي. باهي انا باش نعمله على طريقتي. انا باش عندي النوع اللي هو باش نعمله بالسكالوب دو بولي والليبينار. باش نقول دقيقه استيس نتاع الليبينار كيفاش هي تتعمل. اللي نحصلتوه الليبينار في الماء سخون دمي كويسون وبعد نخرجوه باش نحطوه في الماء بارد اللي بارد. علاش باش يقعد يقارد لا كولور نتاعو. فهمتك. باش يقعد لونه اخضر. أوكي. مزيان. باهي ومن بعد ايا دونك عندنا هذايا اللي باش نخلطوا الليبينار والاسكالوب مع البطاطا نتاعها ونحطوها شويه معدنوس وشويه هذيا اللي هو شويه العظم نتاعها نخلطوها نحطوهم كل مع بعضهم في البول. نخلطوه كل مع بعضه وبعد كيما تراني انا تو عملت. مش كل حاجه واحده. لا لا نحط هذا كل مع بعضه سكالوب والعظم والبطاطا وشويه اللي هي السكالوب ديجا قليته وصوتيته فيه شويه زيت وبصل. واضح حيظهر باللون ديجا بالضبط. وبعد نحطوا البينار هذيا اللي احنا ديجا حطينا له شويه زبده بعد ما حطينا شويه علاش؟ باش يطري معناتها التكستور نتاع البينار يولي مزيان. وشويه بصل بالضبط نحط له شويه زيت وشويه ثوم بالطبيعه. سهله برشا سهله برشا نحطه مع بعضه كل مع بعضه نخلطوه وبعد نحط نحل الفرس نتاعي. بعد انا توا كيما العاده باش نستعملوا سيكام. كيما العاده سيكام دلتنا وصلت لنا قام كبيره. باش نستعملوا طماط اللي انا اليوم اخترت باش نستعمل طماط مقشره اون كوب. أوكي. اللي هي سر بنة الطماطم الفريشكه نقيه. كل عاده ما فيهاش مواد حافظه وملونات وسهله وكل مراه تروح من دارها تستعملها سهله ما تخليش ما تقش تحير وفي خمسة دقائق تحضرها. اللي هي السوس هذيك تاع السيكام كيفاش نحطها بالضبط في الفريشكه؟ انا توا باش نحطها باش نحط انا نقليها شويه مع شويه بصل نحط لها دقيقتين وبعد طفي عليها وبعد نعملها في الباجيت فارسي نتاعي. حاجه مع الخليط هذايا مع الخليط بالضبط نحط. وحاجه اخرى باش نستعمل اليوم اللي هي سيكام هريسه سيكام اللي هي هريسه متكونه من الفلفل حار. اوكي فري حار فري حار فري مفرشك واللي هو مخلط بالمسكي والفلفل الحلو باش ما تجينيش حاره برشا. ونخلطوها بثلاثه انواع اللي هو البقلوتي والمسكي ولا ديجا موجوده في سيكام ثلاثه انواع. ثلاثه انواع نتاع الفلفل هي مش حاره برشا وسيرتو اللي هي مبنتها هو الثوم. الثوم الفريش فيها ثوم فيها ثوم مفوحة بالثوم. تصور هريسه بالثوم ابان من الهريسه العاديه ابان لينا مش نورمال حاجه معروفه. انا هكا باش نحل الريق للبات نتاعي باش نطرحها وبعد باش نحطوا لي زانغريديون باش نحطوا الصوص نتاعنا بالضبط. وشويه اخر نرجعوا نشوفوا الكاب كيك كيفاش باش نعملوها اليوم. دونك عندنا باجيت فارسي قداش كيكا تقعد تحضر؟ 20 دقيقه تقعد تحضر 20 دقيقه والباجيت فارسي نتاعنا تحضر مع الكاب كيك بعد نشوفوه. احسن مساج جاني من مونريال واحد يتبع فينا قال لي والله نحبكم ونتبع فيكم وحتى من الطماطم وليت نستعمل في سيكام كهو متعاطف معنايا. انا نحكي لكم على الفا التعليميه اللي هي مدرسه في كل دار يا وليد. مدرسه في كل دار في كل دار كما نقولوا الفا التعليميه نقولوا كل دروس تاع المرحله الابتدائيه من سنه اولى لسنه السادسه. يعني معلمين من احسن الكفاءات يقريوا لك ولدك ويفهموه. موجوده على اي جهاز ريسبتور ولا اي جهاز اندرويد. نخبه من ابرز المعلمين والمعلمات.